السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في أول محاضرة عندنا في الـ AI. أول حاجة عاوزين نعرف يعني إيه Artificial Intelligence، إحنا عملناه ليه، كان إيه الهدف منه يعني، وهو موجود فين، يعني عملنا بيه إيه لحد دلوقتي. طبعا إحنا عارفين إن الـ AI موجودة في كل حاجة تقريبا في حياتنا، وده اللي أنا هتكلم عنه النهاردة. أول حاجة، الـ AI هو فرع من فروع الكمبيوتر ساينس. الهدف من الـ AI كان إن أنا أعمل نظام بيقدر يتعامل بطريقة تكون intelligent و independent، تمام؟ يعني أنا شفت الإنسان بيتعامل إزاي، فقلت أعمل ماشين بيتعامل شبه الإنسان، إن هي بيتعامل بعقله، مفيش حاجة بتقول له أعمل كذا وأعمل كذا، هو اللي بيتعامل يعني بيفكر وعلى أساس تفكيره بيتصرف، تمام؟ فجينا نبص للإنسان وقررنا نعمل ماشين بتتعامل شبهه بالظبط. فشفنا ناس مثلا بتقدر تتكلم مع بعض، تسمع بعض بأي لغة عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض. عملنا في الـ AI حاجة اسمها speech recognition، ودي برضو بتعمل كده بس ما بين الماشين والإنسان أو الماشين دي يعني. شفنا الناس تقدر تكتب وتقرأ برضو عشان يتواصلوا مع بعض بلغات مختلفة، يعني أيا كانت اللغة. سيبنا من موضوع اللغة دلوقتي. عملنا في الـ AI حاجة اسمها NLP Natural Language Processing، ده برضو بيعمل كده بس في الماشينز، يعني الماشين تقدر تفهم حاجة أنا كاتباها وهكذا. الناس بتقدر تشوف بعينها أي مشهد وتعبر عن اللي هي شايفاه عادي. احنا لما نشوف حاجة نقول أنا شايف كذا. عملنا في الـ AI حاجة اسمها Computer Vision، ده بيعمل نفس الحاجة. الناس بتقدر تحفظ مشهد معين وتيجي تقول لنا مثلا انا شفت كذا، وتنقله لنا بقى بطريقه، او مثلا انا شفت البحر مثلا فعجبني شكله فروحت رسمته، فوريتك الصوره اللي انا شفتها انا كانت في خيالي انا، وانا وريتها لك من وجهه نظري او شبه ما انا شفتها بالظبط. عملنا في الاي اي حاجه اسمها image processing، ودي بتعمل نفس الحاجه. لان الناس قدرت تستوعب المكان اللي هي موجوده فيه وتتعامل معاه كمان، يعني انا لو انا مثلا لقيت سلم قدامي هعرف ان انا طبيعي ان انا هطلع عليه، كرسي هقعد، لو مثلا حطيت لو مثلا انا موجود في اوضه باب مقفول انا هروح عشان اطلع من الاوضه دي هروح افتح الباب، ده طبيعي ان انا هتعامل مع المكان اللي انا فيه ايا كان هو ايه. عايزين نعمل ماشين بتعمل كده. عملنا في الاي اي حاجه اسمها روبوتكس. الروبوتكس ان انا اخلي الماشين اللي هو الروبوت يتعامل شبه الانسان، لو انا حطيته في اوضه وقلت له اطلع ان هو يروح طبيعي يفتح الباب ويطلع شبه الانسان بالظبط. لان الناس عندها قدره ان هي تشوف مجموعه من الاشكال وتقسمها على حسب الشبه، يعني انا دلوقتي شفت مجموعه مربعات او مجموعه كراسي ومجموعه ترابيزات، فانا بقسم الكراسي لوحدها والترابيزات لوحدها على حسب ان الكراسي شبه بعض والترابيزات شبه بعض، فانا هخلي دول في جزء ودول في جزء، اعملهم اعمل ايه يعني، هقسم الانماط على حسب اشكالها. عملنا في الاي اي حاجه بتعمل كده برضو، ماشين بتعمل كده، ودي كان حاجه اسمها باتر ريكوجنيشن، ان هو بيقسم لي الانماط. بس بقى في الحكاية دي يعني بصينا لقينا حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان الماشين بتكون افضل بكتير قوي قوي من الانسان في ان هي تقسم الحاجات اللي شبه بعضها، وده اللي احنا كنا بناخده في الداتا ساينس يعني قبل كده. ان هي تقسم يعني لو انا عندي مجموعة من الاشكال مثلا مربعات ومثلثات وهكذا تقسمهم لي، تمام، لان الماشين احسن من الانسان بكتير. طب ليه؟ لان الماشين بتقدر تاخد داتا اكتر من الانسان. يعني انا لو انا جبت اوضه فيها كرسي وترابيزتين وقلت اقسمهم، هيحط الكرسي لوحده والترابيزتين لوحده. طب لو جبت اوضه كبيره مليانه كراسي وترابيزات، لو الانسان قسمهم فطبيعي انه ممكن ينسى كرسي مثلا في مكان اللي هو حاطط فيه ترابيزات، ينسى ترابيزه في المكان بتاع الكراسي وهكذا، فممكن يغلط بزياده الداتا اللي عندي، الانسان بيتلخبط. فالماشين بتكون افضل منه في الحكايه دي. يبقى اي حاجه فيها داتا كتير الماشين بتكون افضل من الانسان فيها، وده بقى اللي احنا بندرسه عندنا في حاجه اسمها ايه، الماشين ليرنينج، تمام. نيجي بقى نتكلم عن المخ بتاع الانسان، يعني احنا بنفكر بقى بمخنا، تمام. المخ ده هو عباره عن مجموعه من الخلايا العصبيه، احنا بنستخدمها عشان خاطر يعني الخلايا العصبيه دي بتخلينا نعمل حاجات معينه، بتطلع رياكشنات معينه وهكذا. لو جينا بقى نبص للاستراكشر بتاع المخ بتاعتنا والفانكشن بتاعته، هنقدر نعمل يعني نلاقي ان احنا نعمل يعني حاجات كتير قوي بيه يعني، تمام.
هما بقى لما جم يفكروا في الاي اي فكروا يعملوا حاجه اسمها نيورال نتوركس، ان هما يعملوا اول تفكير ليهم كان ان هما عايزين يعملوا الماشين مخ شبه الانسان بالظبط، تمام. وكل مره بتكون النتوركس دي بتكون ديبر اكتر اكتر واكتر، ان هما عايزين يخلوا مخ الماشين بتكون شبه الانسان، كل مره بيتعمقوا فيها اكتر فبتكون ديبر، وبنستخدمها علشان نعرف حاجات او نعمل حاجات اللي تكون كومبلكس اكتر وهكذا، وده اللي سميناه الديب ليرنينج. تمام، نكمل. طبعا بقى الديب ليرنينج ده في انواع منه كتير جدا، وفي انواع ماشين دي كتير جدا. وطبعا بقى احنا لو دخلنا في الاي اي واتكلمنا عن كل فرع فيها او كل حاجه بنستخدمها احنا مش هنخلص، لان الاي اي بنستخدمها في كل حاجه. تمام، نيجي بقى ندخل في موضوع المحاضره بتاعنا. طبعا انا اللي انا قلته ده كله ده اقوله تاني يعني، او هو ده اللي بتتكلم عنه المحاضره، بس انا قلته بشكل ملخص وحاولت ابسطه على قد ما اقدر. تمام، ندخل بقى في المحاضره. اول حاجه احنا بنتكلم عنها الاي اي ان اور لايف، طبعا زي ما واضح كده ان احنا هناخدها اول حاجه. فاحنا بنشوف احنا الاي اي دي بنلاقيها فين في حياتنا. اول حاجه او ابسط حاجه الاي تي ام. الاي تي ام دي لما يكون عندك مثلا، دي زي ما انتم شايفين كده شفنا فيها الهاند رايتنج ريكوجنيشن، او شبه حاجه شبه كده الان ال بي برضه اللي انا اسال عليها من شويه. زي مثلا ايه؟ لما يكون انت معاك شيك اخده من حد، كان يعني هنقدر نقول ان الاي تي ام دي وفرت عليك مشوار. يعني احنا كنا زمان مثلا انت بتروح لحد البنك تديله بطاقتك، تحجز دور الاول ان انت تدخل تديله بطاقتك، وبعد ما تاخد بطاقتك تتاكد ان دي ده انت، وبعدين يشوف يفتح حسابك. انت معاك شيك من حد مثلا، فيتاكد ان ده الشيك ده مظبوط وان الاسم مظبوط وكل حاجه مظبوطه، ويفتح الحساب. تمام، وينقل من الحساب ده للحساب ده وهكذا، وبعد ما ينقل يقفل الحساب طبعا اللي هو كان فتحه، ويقفل حسابك، ويبقى انت كده معاك الفلوس وكل حاجه. تمام تمام جدا. العمليه دي كانت بتاخد وقت كبير قوي، بتاخد وقت كبير جدا. تمام، وكانت الاكيورسي بتاعتها مش عاليه قوي، يعني لان ممكن يتلخبط، ممكن يتلخبط في اي حاجه. احنا عارفين ان الانسان لازم بيتلخبط، يعني طبيعي ممكن يشوف حرف غلط، يشوف اسم غلط، فبالتالي لو فتح حساب حد تاني طبعا هتبوظ الدنيا كلها. فاحنا شايفين ان الاي تي ام لخصت كل العمليه الكبيره دي الصعبه. انت بقيت معاك الشيك، بتروح في خلال ثواني على مكنه من غير اصلا تدخل البنك ولا اي حاجه، وتدخل الشيك تاخد الفلوس او تحول لك الفلوس على طول من غير اي مجهود ولا اي حاجه. احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده بسطنا او سهلنا الحياه، احنا عملنا ماشين بتسهل علينا كل الحاجات دي. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ان هي في مثلا لو حاجه في الشات او كده، وبنستخدم فيها هاند رايتنج ريكوجنيشن، وان دوت لازم يكون الاكيورسي بتاعتها عاليه قوي، لان تقريبا تصل ل100%. يعني لان لو في اي غلطه ولو بسيطه كل حاجه ممكن تضيع، وممكن فلوس كتير جدا طبعا تتحول لناس غلط. تمام، نيجي لحاجة تانية، virtual assistants. عندنا في جوجل حاجة اسمها ناو، أو في أبل حاجة اسمها سيري. أنت بتقول له مثلا أنا عايزة أحجز معايا عند دكتور أسنان الساعة كذا، فطبيعي إن هو بيروح يحجز لك ميعاد عند دكتور أسنان الساعة كذا زي ما أنت قلت بالظبط. أنت بتقول له، هو بيروح ينفذ اللي أنت عملته دوت. تمام، طيب إحنا هنا زي ما انا قلت كده، انت بتقول وهو بينفذ. طب هو انا الماشين عرفت منين؟ يعني فهمتني ازاي، او ازاي فهمت، او اللغه اللي انا بتكلم بيها، انا بتكلم عربي، ممكن حد تاني يكون بيتكلم انجليش، ممكن اي حاجه تانية، فهي فهمت كل ده ازاي؟ فاحنا قلنا من شويه ان عشان احنا عملنا في الاي اي حاجه اسمها سبيتش ريكوجنيشن، اللي هو يخليك تفهم الكلام اللي بيتقال لك تسمعه، يعني ناتشورال لانجويج اندرستاندينج، ان هو يفهم اللغه اللي انت بتقول بيها. تمام، وطبعا ان هو بيطلع لك، بيعمل بقى الاكشن اللي انت عايزه في الاخر، يعني هو يفهم الكلام وفهم انت عايز تقول ايه وخلاص، يروح بقى ينفذ الكلام ده. فده حاجه انتليجنت جدا طبعا، وحاجه فيها برضو اكيوريسي عاليه وكده. تمام، في موضوع الايميل بقى، الايميل ده كان الانتليجنت فيه طبعا دي حاجه كبيره جدا، اللي هي السبام فلترز، ان هو بيكون يعني انت مستحيل تلاقي ايميل مكانه في السبام، وفي نفس الوقت تلاقيه مكانه عندك في الانبوكس، سواء يا اما هنا يا اما يكون هنا. ودايما بتكون الحاجات دي يعني
يعني بيكون في حاجات كتير قوي. يعني الايميل بتاعنا اللي هو مثلا على جيميل او اي حاجه بتكون في حاجه مخليها انتليجنت، حاجات كتير جدا. طبعا احنا لما نيجي نفتحها يعني مش هتلاقي زي السبام زي ما انا لسه قايله، او حاجات تانية كتير يعني. تمام، فاحنا بنلاقي ان هو الايميل مثلا بنعمل برضو في حاجات بنستخدمه في اي حاجه، يعني انتوا عارفين الجيميل بتاعنا. فاحنا برضو بنلاقي ان في natural language understanding، برضو انا بدخل بكتب باي لغه وهو بيفهم اللي انا عايزه اعمله، لو انا عايزه ابعت حاجه وهكذا، او هو مثلا انا عايزه ابعت لحد ايميل وهكذا، فهو بيشوف انا عايزه اعمل ايه وبيكتب لي اللي انا عايزاه اللي هو الانبوت بتاعي اللي انا بدخله، وبرضو بينفذ اللي انا الطلب اللي انا طلبته ان هو يبعت لحد او يفتح حاجه من حد وهكذا يعني. تمام، نيجي بقى لل AI برضو في حاجة مهمة جدا في الجيمز. عندنا لعبة شبه الايت كوين. الايت كوين دي زي الشطرنج كده، بس الكوين عندهم زي الوزير كده عندنا، بيكون عندك جول والطريقة اللي انت هتنفذ بيها الجول ده. زي مثلا في اللعبة دي اللي هي ايت كوين دي، اللي انت تحط الايت كوينز بطريقة ان مفيش حد فيهم يأتاك التاني وهكذا. فاحنا بنحلها بالسيرش ايجنت اللي احنا ناخدها المفروض بعد المحاضرات الجاية وكده. تمام، طبعا دي حاجة محتاجة سكيلز عالية، ومحتاجة ان حد يكون فاهم او عارف اللعبة من قبل كده. فالسكيلز دي صعبة اصلا ان بني ادم يتعلمها، زي لعبة الشطرنج او الايت كوينز، نعتبرهم الاتنين يعني نفس الفكرة. فدي صعبة قوي ان بني ادم يتعلمها، لانك انت مش بتفكر بس في الخطوة اللي انت تعملها دلوقتي، لا انت بتفكر قدام، بتقعد تفكر الخطوات قدام، اللي هو انا لو عملت كذا هو هيعمل كذا، فانا لما اجي احرك دي هو هيعمل دي، فهكذا. فاحنا اللي فكرنا فيه بقى ان احنا نعمل intelligent program بيقدر يعمل كده. ازاي نخلي برنامج بيفكر شبه البني ادم اللي عنده سكيلز كتير من قبل كده، لا ويكسبه كمان. تمام، كل اللي انا عايزه ان انا اعمل كمبيوتر بروجرام ان هو يحل لي المساله دي. طبعا احنا عملناه، وده كان حاجه يعني كان حاجه intelligent جدا 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 جدا. وطبعا كان اهم حاجه انا عندي في اي لعبه ان انا اوصل للجول بتاعي، زي ان انا احط الايت كوينز او ان انا لعبه شطرنج مثلا حد يكسب وهكذا. فمثلا كمان في حاجه تانية زي السيلف درايفنج كار مثلا كده، دي برضو حاجه تبقى intelligent جدا وصعبه جدا، وانا بعمل كمبيوتر بروجرام يعمل لي حاجات كتير قوي. طبعا كل ما بيزيد الصعوبات عندي والحاجه بتتوسع، يعني اللي هو ما انا ما اضمنش الطريق مثلا بتاع العربيه هيكون فيه اي حد يجي فجاه، حد يعدي فجاه، يحصل اي حاجه، فساعتها احنا بيبقى في احتمالات كتير قوي بنحطها زي في اللعبه كده بالظبط، بنحط احتمالات ياما جدا، فدي بتبقى حاجه intelligent جدا. تمام، نتكلم عن الروبوتكس. مثلا احنا عارفين بقى ان في روبوتكس كتير قوي، يعني في مثلا الروبوت بنستخدمه في الصناعه ان هو يرتب مثلا الاجزاء فوق بعضها، روبوت مثلا بيصور في الفضاء وكده. يعني عندنا قبل ما طبعا ما الانسان ما بيطلع الفضاء لازم يطلع الروبوت الاول يصور ونتاكد ان المكان ده هيكون صالح ان الناس تطلع فيه وهكذا. فالحاجه دي بقى يعني مش فيها انتليجنت ان احنا نعمل الروبوت ده، دي مش انتليجنت؟ لا طبعا دي انتليجنت جدا جدا جدا، ومهم جدا ان هو يكون متركب صح، ان يعني يكون الانجينيرنج بتاعه يكون كويس. وطبعا بقى لازم نحل فيه مسائل ياما قوي في الروبوت دي، او الروبوت اللي انا بعمله ان هو مثلا اعلمه ازاي يبقى عارف ازاي يمشي من غير ما يتكسر، ازاي يصور الحاجات ويبعتها لي لو طلع الفضاء وهكذا، عشان اعمل الحاجات دي اناليسز من الاماكن. يعني بالظبط، يعني انا بقول له learn how to act للروبوت، اول ما بعمله بعلمه ازاي يتعامل. يعني لو انا اتحطيت في environment معينة انا معرفهاش، هعرف اطلع منها واتعامل معاها ولا لأ؟ تمام، هي دي الفكرة يعني في الروبوت. تمام، فأهم حاجة عندنا بيكون الانجينيرينج، وكمان learning how to act. طبعا بقى دي اهم حاجة النهاردة في المحاضرة ان شاء الله. الـ AI in our lives موجودة في application كتير جدا. تمام، منها اول حاجه الريكومنديشن سيستمز، دي بقى لما نيجي نتكلم عنها هنقول ان انت مثلا لو جربت تشتري كتاب مثلا او اي حاجه من اي موقع مثلا على النت وهكذا، فانت اشتريت الكتاب هتلاقي وانت خلاص بقى بتخرج طلع لك ايه بقى الناس اللي اشترت الكتاب ده قبل كده.
طب الناس اللي اشترت الكتاب ده، دي ريكومنديشن بقى، حاجات بتطلع لك. الناس اللي اشترت الكتاب ده اشترت معاه كذا، يعني اشترت معاه الكتاب ده كمان، يطلع لك كده. اللي اشتروا مثلا الحاجة دي اشتروا معاها سماعات، اللي اشتروا الكتاب ده اشتروا معاه سماعات. ايه علاقة الكتاب بالسماعات؟ انت ما تعرفش، بس هو بيطلعها لك يعني، بيعرفك. تمام. دوت بيكون بيزد على حاجتين، يا اما على الكونتنت. يعني انا دلوقتي قلت له انا بدور على كتاب عن الاي اي، فهيجيب لي الكتاب اللي انا عايزاه، وبعدين هيجيب لي حاجة تانية مرتبطة بيه، او مثلا حاجة عن الماشين ليرنينج مرتبطة بيها، او حاجة تانية. يا اما انا هيكون مرتبط، هيكون مبنية يعني على اليوزر اللي هو انا. يعني انا مثلا دورت على الكتاب، قبل ما ادور على الكتاب ده كنت بدور على سماعات، فلما جيت جبت الكتاب راح هو مطلع لي ايه، مطلع لي السماعات. فممكن يكون بيطلع لي الحاجة اللي هو بيقولي عليها يعني دي، يا إما هي مبنية على الكونتنت اللي أنا باخده، اللي هو كتاب مثلا، فبيرشح لي الكتب اللي شبهه أو في نفس المجال، يا إما مبنية عليا أنا شخصيا، إن هو شافني قبل كده كنت بدور على سماعة، فهو بيشوف إذا كنت أنا يعني هي عايزة تشتريها، لسه عايزة تشتريها زي ما أنت، ولا لأ قررت أنت تشتريها ولا لأ، فبيطلعها لي برضه. فبتبقى مبنية على الحاجتين دول، الكونتنت أو اليوزر نفسه. تمام. حاجة تانية بنستخدمها من الـ AI برضو، اللي هي Search Agent. لو مثلا انت دخلت في جوجل وكتبت اسم كتاب معين، فهتلاقي أول حاجة تظهر لك هو الكتاب ده. تمام. طب كان ممكن يظهر لك أي حاجة بنفس الاسم، يعني مش شرط يكون الكتاب، كان ممكن يظهر لك موضوع مثلا حد كاتبه على الفيسبوك عن الاسم ده، كان ممكن يظهر لك أي حاجة يعني. فليه ظهر لي الكتاب بالذات؟ هو ده الـ Intelligence بقى هنا، هو ده الفكرة يعني اللي بتخليها كده، ان انا لما بكتب الاسم بيظهر لي اول حاجة الحاجة اللي انا فعلا بدور عليها، وبعدها بيظهر لي حاجات تانية كتير بقى، هي دي اللي ممكن اشوفها. بس في الاول ظهر لي اسم الكتاب اللي انا عايزاه، لان انا كنت كاتبه الاسم الزائد ده، فهو ده اللي ظهر لي. ده موضوع انتليجنت جدا جدا جدا. تمام. تالت حاجة فيس ديتكشن، يعني في الموبايل مثلا لما نيجي ناخد صورة لمجموعة من الناس، فبتلاقيه قبل ما ناخدها كده حط مربعات على كل وش، يعني عارف ان دي ناس موجودة، وده انتليجنت جدا طبعا. فدي مسألة محلولة من زمان جدا، اللي هي على هاردوير يعني محلولة، لان ما فيش دلوقتي الموبايل ما بيعملش فيس ديتكشن يعني. تمام. طبعا بقى في فرق كبير قوي بين الفيس ديتكشن والفيس ريكوجنيشن. ليه؟ الفيس ريكوجنيشن ده اللي هو بيكون في البصمه بتاعه الوش، اللي هو بتبقى على الموبايل من بره، هو مش لازم بس يعرف ان انا انسان، او مش شرط ان هو بس يعرف ان في ناس موجوده، لا هو كمان يعرف مين ده، ويعرف ان هو صاحب الموبايل ولا مش هو صاحب الموبايل، وعلى اساس كده يفتحه له. يعني مثلا لو انا كنت لابسه نظاره وعملت البصمه بتاعه وشي بالنظاره، لما اجي الاقي النظاره هل الموبايل مش هيفتح؟ لا هيفتح. فلازم تكون انتليجنت جدا لدرجه ان هي حتى لو انا في حاجات اتغيرت في شكلي، كنت لابسه طرحه وقلعتها، كنت لابسه نظاره وقلعتها وهكذا، ف برضو يفتح الموبايل عادي. تمام. ودي طبعا حاجه انتليجنت جدا. فبعد كده بنقول detection of breast cancer. جوجل كانت عامله حاجه بتعرف تتنبأ ان هيحصل كانسر كمان 5 مثلا سنين عن طريق صورة لجزء معين من الجسم، أفضل بكتير قوي قوي من الدكاترة والمتخصصين اللي بيعملوا الحاجات دي دلوقتي. تمام. وبيبقى كمان يعني جوجل كمان كان ال detection بتاعها كان أضمن من الناس المتخصصين دول. تمام. فدي حاجة طبعا كانت intelligent جدا، إن هو يعرف المرض أحسن من الدكاترة عن طريق صورة مش أكتر. تمام. نيجي question answering System. لو جربت تكتب سؤال على جوجل باختلاف طريقة كتابتك للسؤال هيطلع لك الناتج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا جيت كتبت على جوجل AI. تمام. هيروح جايب لي ايه؟ هيجيب لي فيديوهات لناس هنود يعني بيشرحوا AI، هيجيب لي اسماء كتب في AI، هيجيب لي مثلا كورسات، احنا قلنا كورسات مثلا اونلاين، اسماء كتب، هيجيب لي حاجه حد متكلم عن الاي اي في بوست، هيجيب لي اي كلمه فيها اي اي، مش شرط ان هو يفهم ان انا قصدي ارتفيشال انتليجنس خالص يعني. طيب انا لو جيت قلت هاو تو ليرن اي اي، هو هيفهم ان انا قصدي على ايه؟ على ارتفيشال انتليجنس. فهيجيب لي الكورسات بس، او هيظهر لي اول حاجه الكورسات، فباختلاف طريقه السؤال اللي انا كاتبها هيطلع لي الاجابه. لو انا كتبت ملوخيه هيجيب لي صور الملوخيه، هيجيب لي اي حاجه متعلقه بالملوخيه. لكن كتبت ازاي اعمل ملوخيه،
هيجيب لي الطريقة والخطوات 1 2 3 4، وده المثال اللي الدكتور شرحه في المحاضرة طبعا. تمام، ندخل على اللي بعده، social network analysis. باختصار يعني الحاجة دي كده اختصارها people you may know، اللي هي على فيسبوك. people you may know اللي هو بيطلع لك ناس بيقولك ده انت ممكن تكون عارف. طب انت ليه طلعتلي الناس دي او بتجيبلي الناس دي مين فعلا؟ لانه ممكن يكون في ما بيني ما بينهم حاجة مشتركة، يبقى هو بيشوف مين اللي بيعمل نفس الحاجة اللي انت بتعملها، نفس النتورك بتاعتك، نفس مثلا المحافظة، نفس الدراسة، نفس اي حاجة مشتركة ما بينكم، فبيطلعهولك you may know. تمام، وبيبدأ يعمل لك بقى ريكومنديشن بالشخص ده. هو ده الاناليسز اللي احنا بنعملها في السوشيال نتوركس كده. تمام، ميديكال دياجنوسيس، الامراض مثلا زي الرباط الصليبي، وفي امراض كده والعياذ بالله يعني مشكلته ان هو مش بيطلع بالاشعه العاديه، يعني في امراض كتير ربنا يعافينا مش بتظهر في الاشعه العاديه. فالحاجات دي لازم يعني عشان خاطر نعرفها يعني او كده، دي احنا ممكن نعرفها عن طريق برضو الايمج او الصور وكده، برضو عن طريق مواقع معينة، وبتكون صح جدا احسن من برضو المتخصصين زي ما انا لسه قايله من شوية. تمام، الروت فايندنج، الناس اللي هي بتسوق العربيات بيكون معاهم موبايل اب اسمه مابس اللي هو بتاع جوجل ده. البرنامج ده بيابديت نفسه بشكل انتليجنت جدا. ازاي بقى؟ هو مثلا عامل لك طريق تمشي فيه دلوقتي بعيد عن كل المشاكل اللي في الشوارع التانية، ان هو زحمة، ان في خناقة في الشارع دوت، ان في مش عارف ايه، الطريق ده كان مسدود وهكذا. لو انت بقى الطريق بتاعك ده حصل فيه اي حاجة، هو بيعمل ابديت لنفسه في ثانية علشان خاطر يا اما يقول لك ان يعني بيعمل سيرش مثلا عشان خاطر حاجة من الاتنين، يا اما يقول لك انت هتكمل هتمشي في طريق كذا اللي هو الطريق تاني يكون سالك اكتر من الطريق اللي انت ماشي فيه، يا اما يقول لك ان انت هتكمل في الطريق ده بس يعني في حاجة تانية قريبة منك ممكن تمشي فيها وهكذا. تمام، فده طبعا حاجة بتكون انتليجنت يعني عشان هو بيعمل كده بسرعة. تمام، كمان الدوكيمنت سمرايزيشن، ده حاجة مهمة جدا في الارتفيشال انتليجنس، وحاجة احنا بنستخدمها يعني. تمام، يا رب تكون وصلت. طيب يمكن نتكلم عن الهيستوري اوف اي اي. اول ما قالوا احنا عاوزين نعمل حاجه اسمها اي اي، كان عاوز ايه؟ كان عايز يعمل سيركلز يباكب بيها البريم بتاع الانسان، زي ما انا قلت ان هو كان بيشوف الانسان بيفكر ازاي وعايز يعمل شبهه. فاول حاجه طبيعيه هيبص لها هيقول ان الانسان عنده مخ، فانا عاوز اعمل للماشين مخ. تمام، فكان عاوز يعمله، كانوا عايزين يعني يعملوا موديلنج للبريم بتاع الانسان. الهدف منه ان الماشين تشتغل زي البرين بتاعنا بالظبط، وطبعا ده ما حصلش. ده كان بيحصل من 1940 ل 1950، هو ده كان تفكيرهم في كده يعني. اول ما فكروا في الاي اي قالوا ان هم عايزين يعملوا برين للماشين. تمام، ده كان التفكير بتاعهم، ان هم كانوا عايزين يعملوا موديلنج للبرين بتاعنا. تمام، فانا فكرت ان لو عملت كده يبقى انا اي ماشين هعملها هخليها تشتغل زي الانسان بالظبط عن طريق البريم بتاعها. طبعا التفكير ده كان غلط جدا، بس بعدها اتطور من 1950 ل 1970. صح، في حاجه تانية برضو عايزين نتكلم عنها، في عالم اسمه تيورينج. العالم ده قال ان الانتليجنت سيستم هو السيستم اللي معرفش افرق فيه ما بينه وما بين الانسان، وعمل تيست ظريفه كده بيدل على قدره الماشين ان هي تفول البني ادم. تمام، بشكل انتليجنت جدا. تعالوا نبص على التيست دي الاول قبل ما ندخل على اللي بعدها. هو هنا بالظبط ان هو جاب عمل تيست كده ظريف، ان انا هو بيقعد كده هيومن كده حته هنا مثلا، وده بيبقى اسمه انتريجيتور، وبيبقى قاعد ما بينه وما بين التانيين حاجز اللي هو دوت، بيكون هو مش شايفهم. تمام، وبيكون فيه 2 شغالين، ماشين وانسان، وهيومن هيومن وماشين او سيستم يعني. وبعدين الاتنين بيتعاملوا مع اللي هو الهيومن اللي هو بره دوت. لو هو عارف يفرق ما بين الماشين وما بين الانسان، يبقى النظام بتاع الماشين ده مش انتليجنس، مش انتليجنت. ليه؟ علشان خاطر انا لازم عشان يكون حاجه انتليجنت ان انا ما اعرفش افرق ما بينها وما بين الانسان خالص. زي ايه عندنا دلوقتي؟ زي مثلا لو انت بتكلم حد فون ويكون مقفول، فبيرد عليك حد من الشركه
بصوت ماشين طبعا مش بصوت انسان، وبيقول لك ان الرقم ده مقفول وهكذا. هما حاولوا على قد ما يقدروا ان الرقم ان الصوت يكون شبه الانسان بالظبط، تمام، بس احنا طبعا بنعرف نفرق ما بينه وما بين لو حد بيكلمنا، تمام. فالنظام ده ما وصلش للانتليجنس بتاعه، ما وصلش لاعلى حاجه برضو يعني. فلو انت ما عرفتش تفرق ما بينه وما بين الانسان، يبقى انت ساعتها فعلا النظام ده انتليجنت جدا وهكذا، تمام. نكمل، نرجع تاني بقى. من 1950 ل 1970 بدأوا يتطوروا، وبدأوا يشوفوا المسائل اللي فيها high level intelligence عند الهيومن، زي الجيم بلاينج مثلا وهكذا. دي مسألة كانت فيها intelligence جدا، مش كل الناس بتعرف تلعب شطرنج، وطبعا في ناس أذكى من الناس، فمعنى كده إن المور انتليجنت هو اللي بيكسب، تمام. فلو انا لقيت مثلا ان البروجرامز في بروجرامز تعرف تعمل المساله دي، يعني تعرف تكسب في لعبه محتاجه اكسبيرينس كتير عشان تتلعب، يعني هيكون ساعتها البروجرام ده هيكون انتليجنت جدا. طيب عمل الحاجه اللي الانسان محتاج انتليجنت عشان يعملها، او انتليجنت عشان يعملها في شكل بروجرام، تمام. ده اللي انا برضو لسه قايلاه من شويه. وفي الوقت ده عملوا ميتنج، تمام، وسموا في كلمة ال AI ده بعدها بقى. في سنة 1956 طلعت كلمة AI يعني معناها ايه، تمام. وبعد كده ظهر موضوع ال knowledge based AI. ال knowledge based AI بتقول ايه بقى؟ knowledge based AI هي ان النولج بتاعتي يتعمل لها representation as a rule، والرولز دي تقدر توصل منها ل conclusion. يعني في الوقت ده اللي هو من 1970 ل 1990، لو احنا عندنا مصنع عايزين نعرف هندخل الصفقة دي ولا لا، فاحنا بنستعين باكسبرت بيكون بيقول لنا ايه خلاصة التجربة بتاعته يعني في الشركات او كده، تمام. وهو بيدينا شوية رولز نمشي عليها، عن طريقها بنعرف اذا كنا هنخش الصفقة دي ولا لا. طب مين اللي كان بيعمل الحاجة دي؟ كانوا الاكسبرت. طيب الحاجات دي كانت بتبقى بفلوس غالية جدا، كانوا بياخدوا فلوس كتير. طيب تمام، عشان كده كانت ناس معينة هي اللي بتعملها زمان، او شركات معينة اللي هي تبقى كبيرة بقى، مش اي حد يعني يعملها، فكان عدد قليل قوي مش كتير. لكن دلوقتي الوضع اختلف، بقى ال knowledge based AI ده مش قليل، وموجود في حاجات كتير جدا، مش حاجات معينة وحاجات صغيرة. يعني حاليا بقى ال programs وال search agents والحاجات دي كلها ما بقتش بتاخد بشكل knowledge، او بس ان هو يكون expert وكده، لا، هي بقت على شكل rules. يعني باختصار المعنى القديم لل AI كان ان شوية programs مكتوبة على شكل if else statements، تمام. يبقى في الوقت ده اللي هو من 1970 ل 1990، احنا استخدمنا النولج بيزد اي اي كاكسبرت وناس وكده، بس بعد كده طورناها في الوقت ده برضو، وخليناها على شكل بروجرامز معموله على شكل رولز. الرولز دي بتعرفني انا هدخل المكان ده ولا مش هدخله، وده اللي موجود في السيرش ايجنتس، واللي موجود كمان في بروجرامز كتير، تمام. بعد كده بقى الناس بدأت تدور على موديلز تعمل الحاجات دي، يعني مش شرط ان هي تكون انتليجنت، يعني مش شرط. فكان في نفس الوقت ده اللي هو من 1990 لحد وقتنا هذا، يعني في سيرش عن حاجة اسمها نيورال نيتوركس اللي انا لسه متكلمة عليها من شوية، اللي هي فكرة ان احنا عايزين نعمل حاجة شبه الخلايا العصبية للمخ، عايزين نعملها للبرين بتاع الماشين بتاعتي، تمام. اهتموا بيها في وقتها، وبعدين بقت حاجة قديمة، لان هم عرفوا ان طبعا اكيد مش كل ما بقى يعني الديب ليرنينج بتاعي، يعني مش كل ما اعمل خلايا عصبية اعمق هعمل شبه البرين بتاع الانسان، يعني اكيد مش هيحصل. فظهرت حاجة بقى اسمها scientific approaches، اللي هي يعني ايه اللي انت عايز تعرفه، يعني انا عايز اعرف بس هدخل الصفقة دي ولا لا، هنعمل لك ايه، هنعمل موديل هخلي هنعمل على شكل دالة ويعمل لها تفاضلات وحاجات كده وعمليات، يعني هتقول لك في الاخر انت هتدخل الصفقة ولا لا، تمام. برضو دي يعني كانت نفس الفكرة بتاعت اللي قبلها. فنقول ان هنا ظهر عندي حاجة اسمها intelligent agents، تمام، وظهر عندي بقى probability. نقدر نقول ان الـ AI في الوقت ده من 1990 لحد وقتنا هذا دخلت فيها كل حاجة، ونقول كمان
ان وجود داتا كتير سهل عليا مسائل الانتليجنس بتاعتي، تمام. وكمان ان لو يعني انا لو انا مش عندي داتا كتير كفايه يعني او كتير، عمري ما هعرف اكت بطريقه كويسه. وان احنا حاليا بقى عندنا داتابيز كباره وكبيره جدا وكتيره جدا، عشان كده احنا بقينا من كتر الداتا اللي عندنا بقينا نستخدم الماشين ليرنينج اكتر، لان ده بقى يعني زي ما انا قلت في الاول خالص، ان احنا كتر الداتا يخلي الماشين تشتغل اكتر احسن من الانسان بكتير، تمام. ندخل بقى على اللي بعده. ايه هو الـ AI؟ طبعا احنا هنتكلم دلوقتي في تفكيرين. تفكير قديم قال ان البرين هو الانتليجنت والانتليجنت هو البرين، يبقى انا عاوز ايه؟ عاوز اثينك هيومنلي. التفكير القديم هو قال كده، دي اول حاجه، يعني اخلي الماشين فيها برين فتكون انتليجنت ماشين، تمام، واخلي يحصل نفس الحاجات اللي جوه البرين تحصل في الماشين عندي. يعني انت لازم تفهم اللي جوه البرين اللي بيحصل فيه عشان تعمل لي برين للماشين شبهه بالظبط. هل ده ينفع؟ لا، بلاش نقول هل ده ينفع. هل ده اللي موجود عندنا دلوقتي؟ لا طبعا مش ده. يبقى معنى كده التفكير ده اتلغى، لان هو كان حاجه مش صح. بص، الحاجه تانية برضو كان تفكير قديم ان هو يعمل حاجه زي acting humanly. acting humanly ان انا اعمل شبه البني ادم ما بيعمل بالظبط، يعني انت تتكلم مع اللي قدامك فالروبوت هيتكلم مع اللي قدامه زي ما انت تتكلم. طب انت قلت كلام غلط، يبقى الروبوت هيقول كلام غلط. طب انت قلت كلام صح، يبقى الروبوت هيقول كلام صح. هل ده الـ AI دلوقتي حاليا احنا شايفين ان هو ده الـ AI؟ لا برضو، يبقى مش ده التفكير الحالي، يبقى ده التفكير القديم. طيب جينا نفكر، قلنا هنعمل حاجة اسمها thinking rationally، ودي تالت حاجة. ايه الفرق ما بين thinking humanly و thinking rationally؟ احنا قلنا قبل كده ان الهيومن مع كتر الداتا بيعمل ايه؟ بيغلط. الهيومن بيغلط، لكن rationally بيبقى مبنية على rules، والrules عمرها ما بتغلط. زي مثلا قواعد اللوجيك، دي حاجة rationally. انا قلت P implies Q true، معنى كده معنى ان هي true ان هي ايه؟ يا اما البي true والQ true، يا اما البي false والQ true، يا اما البي false والQ false. هل ممكن اغير حاجة؟ لا. يبقى القواعد دي ماشية rationally عمرها ما بتغلط. هو ده الفرق بين thinking rationally و thinking humanly، تمام. اهم حاجة بقى ورابع حاجة acting rationally، هو ده بقى الـ AI حاليا. اللي هو ايه؟ دي بقى الحاجة اللي احنا بنصبرتها في الكورس عندنا هنا. انا ما يهمنيش ان هو يبقى الماشين فاهمة هي بتعمل ايه، انا يهمني ان هي تنفذ، وده اللي حاليا بيحصل. يعمل الحاجة اللي انا عايزها تعملها، مش يعني مش تعرف هي بتعمل ايه، لا تعرف انا عايزها تعمل ايه ازاي وتعمله. يعني انا عايزة ماشين بتنقل الحاجة من هنا لهنا، لازم تبقى هي بقى متفكر ايه الحاجة دي وليه هتعمل كده وايه اللي هيحصل. لا، هي بس بتبقى بتعرف تنقلها، تاخدها كده وتوديها كده بس. هو ده التفكير حاليا اللي هو اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي، ان احنا دلوقتي اتجهنا لتفكير ان هي ماشين والماشين ما بتفكرش، تمام. نكمل نتكلم بقى thinking humanly، نتكلم في حاجه كده داخله فيها يعني cognitive science. cognitive science ده اللي هو بيقول لي ازاي البني ادم بيثينك وبيعرف الموقف ده المفروض يعمل فيه ايه ويتصرف فيه ازاي وكده. يعني الـ internal actions بتاعت البرين، بيحاول يشوف الفانكشن بتاعت البرين بتشتغل ازاي وكده، تمام. يعني مثلا ده طبعا بيبقى مبني على نولج من قبل كده. يعني مثلا لما جم اخترعوا الطيارة كانوا عايزين ايه؟ كانوا عايزين يعملوا ماشين بتطير زي البيرد. هما بصوا للبيرد اللي عندنا، تمام. ف يعني طبعا هنا احنا اتكلمنا عن التست دوت، تمام. بعدين نتكلم عن thinking rationally. thinking rationally استقيلة فوق ان هي احسن من thinking humanly، عشان انا بسينك according to rules، مفيش اخطاء يعني كده يعني. طيب هتقعد تحل. يعني المشكلة بقى هنا كانت في حاجة، يعني في حاجتين. اول حاجة
ان مش كل النولج ممكن تكون عندي زي اللوجيكال، يعني مش كلها تتحل باللوجيكال نوتيشنز. يعني اللوجيك مش بتحل كل حاجه، ده اللي احنا خدناه في الديسكريت، ان ايوه انا عندي قواعد لوجيك بمشي عليها وصح وفعلا، وبتبقى القواعد دي صح 100% وما بتغلطش، بس مش كل حاجه بعرف احلها باللوجيك. فمش كل حاجه هقدر احلها بالماشينز او هقدر اعمل لها رولز. تاني حاجة ان انا لو عملت لكل حاجة رولز، الرولز دي ما بتخلص، هفضل اعمل رولز لحد امتى؟ هي دي الفكرة، ان انا هفضل اعمل الرولز بتاعتي لحد امتى. يعني انا دلوقتي عايزة اعمل برنامج اللي هو سيلف درايفنج كار، فانا قلت لو العربية مشيت كده ولقيت حد ماشي مثلا مش عارفة ايه، هتحود يمين، هتعمل كده، هتقف، هتعمل فرامل، هتعمل كذا. طب لو الطريق مش عارفة فيه ايه، طب نفرض ان ده كان شتاء يوم شتاء مثلا، نفرض ان الطريق ده كان متكسر، نفرض ان كذا، نفرض ان كذا، فانا هفضل احط فروض 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 واحط له رولز 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 هيمشي عليها، فمش هخلص، يعني هحط كتير جدا. هي دي كانت مشكله الثينكينج راشنال، ان انا هحط رولز بس هحطها لحد امتى، هحطها لحد امتى؟ تمام. هنا بقى بيقول acting rationally، بيقول لي ان الشيء المظبوط ان انا عايزه يجيب لي الطريق اللي يوصلني، وكمان لو عندي غلطه يعمل ايه، يابديت. يبقى انا عايزاه يديني الانفورميشن بتاعتي ويوصل لي في الاخر للجول اللي انا عايزاه. طيب هو عمل كده ازاي؟ اكيد في حاجه بتقول له يا اما غير الطريق بتاعك، يا اما يعني امشي في نفس الطريق بس هتيجي في الاخر وتعمل كذا. فانا ساعتها بقول ان rational agent بيقول لي يعني بيقولي best outcome أو بيقولي أفضل طريق ليا، أو لو الحاجة دي مش موجودة بيقولي the best expected outcome. تمام، وبس كده المحاضرة كده خلصت. تمام، لو حد برضو مش لو حد برضو ما فهمش حاجة معينة فممكن يكتبها في الكومنتس، ولو ما فهمش قوي فأنا ممكن أتواصل معاه وأشرحه.